السلام عليكم. يجري حاليا عملية نتاع الترميم نتاع واحد من أكبر وأقدم المساجد في الجزائر، واللي يقع ببلدية سيدي عقبة بولاية بسكرة. إذن فيه عملية تاع التجديد وترميم جامع سيدي عقبة المعروف يعني، وكذلك الملحقات بالجامع كالضريح عند الصحابي الجليل، وكذلك المساحات الخضراء المحيطة. وفيه يعني هذه العملية تاع الاعتناء بالتراث التاريخي والحضاري للجزائر، شيء يعني نثمنه و نشجعه لكي يعني يتم هذه العملية تاع الاعتناء بالتراث التاريخي للجزائر في كل مناطقها. إذن خليكم تتابعوا الفيديو حول يعني زيارة تاع والي ولاية بسكرة إلى هذا المعلم التاريخي والديني اللي هو جامع سيدي عقبة بولاية بسكرة، والسلام عليكم.